مساء الخير في الأول، مرحبا زيون رتي عدون الأخبارات نتمديت. أقمز وراء يبدي ذنظ مأس عبد المجيد تبو نقرضال نتمورث النغ القايدي علينا العسكر نتمورث النغ الوزير الدفاع نتمورث النغ في جنو ملقى نسغي من الوزراء أمس لين ديس فوهيلن القانون يتخصان لحبوس ديف سارن يتخصان أطفار من يوضى هيلن وعدال نصه دي تجدد دعا وذن وغير نتليفونات سوسي دفن وجديد أقيم نوريال النغ السد أزيزاو أزفر أرزا من نقرضال نتمورث النغ لخدمت وملقى يونس غيمين الوزراء وني مسلين ديس في خمسة نغير النسلين البلان لخدمت دوفسار الوزير أمزوار يتخصان لخدمت الحكومة تقسن الأسواق إن قورا من يسيغ أقرضال نتمورث النغ خلال نلوصايات أقمز ورنسن وقمت يتخصان هي لأن القانون اللحبوس من يسيغ قرضال نتمورث النغراي رأي الحكومة باش أخرى أهيلو أن القانون بشارنين قوبر جديس على حساب اللقوان إجديدا نوسيوري نوغيرو سن وقمت يتخصان من يهوض لخدمة الرقمنة إلى غماس قرضال نتمورث النغف الجهد يموق قوغير الرقمنة البيانات في خلال نغيرن محل منك يطلب بشارنين قد تنسيق جار إغير من الوزارات أقمت يتخصان السياسة ندامسة نتمورث النغ محل منك يسيغ قرضال نتمورث النغ الراي بشارنين قل جهد دوس زرب قل رقمنا الثلاثة أقمت يتخصان أهيل وعذال الصهدي التجدد وكذا قرضال نتمورث النغ في القيمة أنه وعذال الارهوضي مخالف أن الصهدي التجدد سوى طفار أن الآليات دي التكنولوجيات لا ضمننا بدل أن الصهدي سوى حراز أن المصالح يعلي أن الدول ويس ربعة وقمت يتخصان عذال نغير أن التليفونات دو سيدة فن وجديد يسيغ قرضال نتمورث النغ الأمر بشيرا يجن الدفتر نشروط فجال أسرخي نهيل وعدال التليفونات نفوس قد زاير أدعم نستخدم الندري من غير التليفونات سفاس الندزيريني تخصا وشيوسو سرسي الشركات أكيد تخدم من غير سيقمورت النغ دي مورنبرا ويس خمسة وقمة يتخصان السد أزيزا ويسيغ قرضال نتمورت النغ لامر بشيرني جن الدفتر نشروض يتخصان لخدمة النعاود وزوت نسد أزيزا وشيوسو سرسي نتكوبانيين نيمزيان نتخدمن غوغير وزوت نشجر دوس السي محل من كيسيغ قرضال نتمورت النغلامر بشيلي السد زيزاو تاني غيغير الكثبان على خاطر أولاي غير نون دورثن سيق التصحر وقنا قورا نسغي من الوزراء ثانيان افو خلال من المراسم الرئاسية قل أخبر أن نظن نسوك اللفسي وقرضال نتمورث النغي وضل وزير الأمور براديم مهاجرا نتمورث النغ برا أحمد عطاف السور العاصمة نتمورث كينيا نيروبي يجيشت نرز في الترسميت الرزفتو هتداف غير نتمرنيوت المعلقات ومعوان الدوم دوكال دو مزروجة زير كينيا أرنياس مرنيوت أن ومشاور دون الساقق متى يتقصان جديد أن الحالة قيمور الجناس على حساب متى يتليام سنتو نتمراد لخدمة فجال القاران تفريق باش بدن قودم نبدل الأحوال غير أهير السور بعت نتمورث النغن الأهل لد لوقات شرعية لوزارة لأمور الدين لحبوس قوزقان الإمام عبد الرحمن الثعالي بيق المحمدية يجن وملقى يتخصان يض نشكز فرصلات المغرب بش قبل ملا يتشام زوار نيور انشوال نسقسف وباش زمرني مهاجر نتمورث النغ براس يمضن النوب ثن العيد مزيان نقمورث النغ وظن اكثر تثميات اني مسافرا ارى المرسى ان وهران من يوسان سيكت مدينة ان مارسيليا يقار عبد الله بالغدوش عطاسي جزائري نويهن البابور نتزاير ويسن ويهن سي الغربة باش ادا سناس قمضن العيد مزيان وهنا سناثن الفرح ثنسن ونن باللي استقبل انتن محال ما كيلزم الحال لي زونفور معطلة جينا باش ندوزو العيد مع لا فاميتو مرحبوا بنا الجمارك الطاقم كله بارك الله فيهم كان استقبال جيد يعني الله يبارك الحمد لله ما عيناش ودوك رانا خارجين والحمد لله كان يعني كان كانوا مسهلين فيها بزاف والحمد لله في بفضل الطاقم يعني الشرطه والجمارك والحمد لله يعني سهلونا فيها
لخدمتني ميدن الامان الجمارك زقمضنت وميزن ذي الكوارض نسن ذي دخلت من المرصاب الخصوص رنين رزمني مكان وذا فذو فتش ملي قبل البارح سيتي بيا باسي انا بيا مونجي ومرات انا يداوني الطبيب فوت عليا الطبيب عطاني كاشي تاع مال دو ميغ وكي جينا علامه فوتونا غايو عاونونا والحمد لله الحمد لله وصلنا بخير في تسهيلات غايه كاع الحمد لله سهلوا علينا كاع الامور الحمد لله صافي بليزير كملوا رمضان ونعيدوا مع والدينا والحمد لله لو فايس سي تري بيان باسي وسهلونا كل شيء وتوتي نيكال يغربني الجزائريين هنا انت سندي العواش باش اسكم ضمن الوقاتي زعيما وفانو لك شروضي لاقن واستقبل وقل ولان تيبازا ولك قلختو مات ان الخير قيور وان رمضان مبارك ربات صدى شعيبه هير وخلال اللخدو مات ان الخير زي سنت اطهر النيل وفانن ادوار روض ان العيد اي ليلا روبورتاج حبيب مخلوف يور رمضان ديورنا الخير دلبري ديورو بديك دوي الليل دشي وهير وهرباث انصاد شعيبة من يرين يجوم سزال نتهور توضار بشد لي من يدري من دي دري من روحن الكل ري الليل ديو جال وهيش سيل خذو ماذا سنيرين اختن ايلو فانن تمسغي وثوارضن العيد انا اللي هنا في حملة ختان اللي بدات في ديبي دو نقوم بعملية ختان على مستوى المؤسسة لفائدة دار الأيتام والجمعيات مام الأطفال تاع العمال ديالنا كان كاتسع لو كاراتوار وكان جراحين وطاقم شبه طبي كاع نتعاونوا مع بعض نشكر الجمعية مقيمين بينا بزاف بزاف هما اللي جابونا مقيمين بالواجب تاعهم ويعطيهم الصحة وسان تيقول كولي غير نتي بازا باش يشاركني هو الارثون الخير هلا يمهن هار بعثو يقر لخذو ماثو كل سكواز نشكر المنظمين الدورة اللي في مدينة شعيبة اليوم كان لنا الشرف شاركنا في دورة رياضية في شعيبة وين كنا باش نساهموا في ختان جماعي للأطفال وكسوية العيد كما يقولوا ختامها مسك توج فريق بوسماعين بهذه الدورة هارد لك الفريق المنافس إن شاء الله في الدورة القادمة إن شاء الله نشكرهم على الروح الرياضية اللي كانت في المستوى بارك الله فيهم الحاجة الأهم للفائز الكبير اللي هو المبادرة الخيرية اللي قمنا بها واللي هما عاونونا فيها معلينا غير نقول لهم الملتقى إن شاء الله رمضان القادم إن شاء الله وبارك الله فيكم وشكرا وصادة شعيبة دائما في الخدمة الخدمات سقيم تقرضال تهزمر هذا الوسهون هو دير في الليل ديذا في زير الحال فمن إلى قتي سنبد ونعاون وقيشتن اللي خدمتنا الخير يريد هربات ان الدين ان الجامعة ان الرحمة قل عباد لقل ولاية بشارس ومعاونك كوبانيت ان البيلك نداوي ان الولايرين لخدمت نوسيغين اذا منر الفايت نسبة طارتي قار بلال بلغدوش قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك غير قضى الإمام صلاة التراويح والكيدة زلنا كيدس ذي الجامع الرحمة ذي العبادلة ذي الولاية بشار ماني اختار باش شارك ذي الخدمات نسيغيني ذمن الفيت نمهلك طبيعة الحالة هي عملية لإنقاذ المرضى وإنقاذ الأرواح والحمد لله وربي يجازي المحسنين إقبال كبير المواطنين الناس كل بغات تدير الصداقة في الأيام هذه الأخرى الناس كل بغات تنحي الدم ومشكورين على كل حال فمؤسسة المسجد رسالتها نبيلة بمثل هذه العمليات وبمثل التكفل بالمرضى في بيوت الله وفي المستشفيات وفي البيوت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم الخدمتي الفيتني مهلاك شاركن دي سعيطة سيدة زلان دي الجامعة الرحمة ماني يجبهن الحال سلخدمتها الحمد لله احنا ديجا درنا لي بريز دو طونسيون شفنا باللي الظروف لكل مواطن على حده نتعاملوا معاه على اساس هذا المواطن اسكو ابت ولا انابت انه يقدر يمد تبرع بالدم ولا ما يقدرش الفكره الشائعه بين الناس ان المساجد هي للعبادات التعبديه والمسجد اكثر من ذلك المسجد هو عام او لعبادات تعبديه ولعبادات تعامليه وقضية تبرع بالدم هذه عبادة تعاملية لأن من يعني الإنسان حينما يتبرع بالدم راه من أجل إنقاذ ناس آخرين الخدمتان وسيغين إذا من ذيور رمضان مبارك يجسي الخدمات زعمن
يسوين سدع من سبيطارات سيدا من باش سلكن إمالك. يموجسوا وقل وزارة نوسا شرد البنيان التمدين تيجنوا ملقايبة فلاس الوزير النوغر محمد طارق بالعريبي تخصص كمل نزمة من عدل سن من يعيش به الحال من يهوض لخدمت دي سمني سكملنت قف 38 الولايات محل من كيوكذ بالعريبي فوكمل نهي لني قيمن أقل بلان عدل سن قل ولايات قيمنت باش أبدان أقل بلان عدل ثلاثة ويسيغ بالعريبي لامر باش زربن قو كمل نهي لنو من يوكذ باللي الخبرة تيوين قو عذال لحساب وقرضال نيخامن أهن جاء أخذ من سزربة محل من كيطلب الوزير باش أيضا رتكو بنيتن كوسيدار بزالة باللعمش تسو ترابا باش فن أثرو رعويقا باش اسكملن إيهلنو محل منك يسيغ بالعريبي لامر ومضبرا عدل باش اسيغن الشهادات التخصيص أي قيمة تقلسواق إذي تسعن أكا قرب أن العيد أمزيان هيرو أربعة نتمور ثنغن الشيخوخة المسعفة إحسان إذا ناض قوزقا أن الملوك قد زير العاصمة ييج أنو مسزال أن الترتيل أن القرآن الكريم رلفايت نيم قران سزياتي وطهر نيلو فان نتوشولين إي ليلا دو سربي المعاونات وقو غير أنو سلمذ وقرزفتي سر الولاية مستغانمي وكذ لوزير أنو سلمذ نتمور ثنغ عبد الحكيم بالعابد فوبتو نسجل سيليقاش قنو بتمزوارة نوس المدى الابتدائية سقاس إيدي تسن بالعابد يسنعث باليايلي أسن قص نهي للنوس المدى قنو بتأن الابتدائي مرحلة ببرامج مخففة ولكن بمواد كذلك هناك مواد ما تبقاش لكن بخصوص مواد الهوية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية هذه تبقى في كل أطوار وفي كل المستويات لا مساس بها فالتربية الإسلامية واللغة العربية بطبيعة الحال وهذا شيء بديهي أنها تبقى في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثانية ذهابا حتى السنة الثالثة ثانوي ما فيهاش نقاش لكن ستقلص عدد المواد إن شاء الله يعني لما يقلص ستؤجل إلى مستويات أخرى ويبقى آليات مدروسة وتم إقرارها من طرف خبراء وليس من طرف الإدارة يعني إقرارها من طرف المجلس الوطني للبرامج ومن طرف المفتشية العامة اللي عندها مفتشين بيداغوجيين مركزيين وكذلك من خبراء ساهموا وشاركوا في بناء هذه المقاربة وستتخفف هذه البرامج ابتداء من الابتدائي وهذا كان مطلب بيداغوجي مطلب تعليمي ومطلب الأولياء ومطلب المجتمع فالحمد لله رب العالمين أن وصلنا إلى هذا الهدف الذي سيكرس ويجسد مع بداية الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله. قوي جديد من الحالتك فلسطينية تحتل أن العدوان الصهيوني هين يتكمل في القطاع عن غزة وني وضر والسيس ويس 185 من يستشهد وتوجرحنا خلال ني فلسطينيين سوس وكثي ست طيارات دل مدافع ني صهيونيين في غير نقل وسط الدوار دان القطاع عن غزة من يكثين خامن دي موران نتفلاح تقل المخيم من الشجاعية تمدين تنرفح محل منك كثين سبيطار كويتي دل المخيم من النصيرات همو استشهد أيضا ننظن قوكتين الاحتلال قيجن ومكان نتجارت خملنديس إذا رولن قل أبراج عين جالوت قودا مخيم ننو صيرات الدلعري نرفح سيقل جهة ننظن اسحب سن العسكر الاحتلال الفجر نوسو 23 ني فلسطينيين قو خلال نزد مات في الخليل التمدين تنطوباس دل مخيم عين السلطان قريحة الطول كارم وقو غير الدبلوماسية تراجعي رسوس غيمي اللمان نتمر اللجناسي جنوم لقى بشبر جن العضوية للدولة فلسطين قدوك لا نتمر اللجناس ونمير الأخبارة النغسي قزقان إذلس الدكتور أحمد عروة قل قليعة من يهنين نتموغان قيضان ون رمضان الحفلات نشنار الفيت نمعشورا نغير الحفلات بدن في اللسن يذماون دير باعين توسنن قو غيرو نلفن روبورتاج حبيب مخلوف أخامي ذلس أحمد عروة إلقليعة ديم كان ريولانت تروحان تهوشولين بشريحنت وبشكسنت لحال وسر رمضان مني قارو مكانو السهرات نلفن والتوين دي شناين دي فنان الكولارهوض يعني كل من جي يعني الحمد لله دي فامي خرجو الله يبارك وهذا هو الشعبي الأصالي كلمات وتلحين ما عندنا مغربو ونشكرو كان لليك الجوق الله يبارك لمول في الخدمة معهم تاني
وماذا بينا يعني هذا الفن هذا نحافظوا عليه بزاف بزاف هذا الشعبي هذا. يعني كل يوم هنا من اللي بداوا الحفلات الرمضانيه هذوما ونجي دار الثقافه، جا اصلا احنا ولاد دار الثقافه هذه كبرين هنايا ونديروا معاهم مسرح وكاع عفسه مليحه واش هم يديروا، فعائله تيجوا هنا يسولاجي ويشوفوا فهمك يترفعوا على روحهم يجيبوا ولادهم صغار. كاين موسيقى اندلسي، كاين مسرح، كاين عروض، كاين داروا له البارح حفل ختان كان في روعه ما شاء الله، كاين الامبيونس للدراري صغار الكبار العائلات، يعني فسحه ومجال باش العائلات يتنفسوا. ايم ضبرنا الرهضواني نخدمنا وقارن كل ليل زمن باش اسمغرن وباش هرندم كان اريح نتو. استوريقت ونوضر نقول الاخبارات النغالي نلقى قتعادة اني نضن قيمة دي لهنا دل خير صحة في طرق.